دلوقتي انا عندي كلمة when و while، وين اهي وين اهي، بيجي بعديها ماضي بسيط، قبليها ماضي مستمر، اللي بعد when على طول ماضي بسيط. يعني ايه ماضي بسيط؟ يعني فعل في اخره اي دي او بنحفظ التصريف الثاني، والفعل الثاني ماضي مستمر. انما while عكسها، انا عندي يعني هو، معلش كده، انا عندي كلمة هوايل معناها بينما، هوايل هوايل اول ووز بلاينج، بينما كنت العب هما اي سو ادوك. شفت ايه؟ شفت كلمة. لو انا عايز احط هواية في نص الجملة هتبقى ايه؟ نفس الجملة دي بس اخلي هواية في النص، اقول ايه؟ هواية اي سو ادوك، اي سو ايه دوك هواية يو ار هواية هواية I was playing while I was playing. يبقى هوايل كده كده يا ميرلي، جت في النص او جت في الاول جاي بعديها، was aware وفعل ذا دايناجي، والفعل التاني سواء الفعل اللي قبليها او الفعل اللي بعيد عنها يبقى ماضي بسيط. مفهومة دي؟ مفهومة دي يا ميرلي؟ يعني وهي لو جت في النص او جت في الاول بعدها ووز والفعل اي ان جي وذ اوير على حسب ما بقى، ما لو ووز. اي دي كانت تبقى دي تبقى يو هتبقى وير، لو كانت دي تبقى طب وير، لو كانت شي تبقى ووز، على حسب بقى ماشي. انما عكسهم ايه؟ عكسها الجمله دي عكسها وين. انا بس بقول لك كده، نفس الجمله دي في الجمله الاولانيه انا عايزه اشيل هو وير واحط مكانها ايه؟ وين. فاقول ايه؟ وين اي سو أدوك، لما شفت الكلب I was playing، كنت بلعب. يبقى when جاي بعديها ماضي بسيط، والناحية التانية ماضي مستمر. ماشي. طب أنا لو جبت when في النص أقول إيه؟ أقول أي was كوز playing when I when I saw a dog. طب انا دلوقتي كلمة when بقى جاي بعدها ايه على طول؟ كلمة when جاي ايه بعدها على طول؟ وين بدون إضافات. وين 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 جاي بعديها على طول؟ فعل في الماضي البسيط، هو الفعل المفروض في اخره اي دي، بس عشان ده الريجولر بنحفظه، فاللي هو سودا جاي بعديها جت في الماضي بنحفظه. انما لو مثلا فيزيتد، هيلبد، بلايد، مش ده وين جاي بعديها ماضي بسيط، والناحيه الثانيه ووز ويرز اي ان جي، وين جاي بعديها ماضي بسيط والناحيه الثانيه ووز ويرز اي ان جي. ماشي. قولي لي بقى الجمله رقم واحد. هنا في وين بياخد الفعل في المصدر لا مش في المصدر، في الماضي البسيط، في الماضي ماضي بسيط ستوب stone. We were sitting in the cafe، احنا كنا قاعدين في المقهى، when a thief stole my bag، عندما سرق الثيف شنطتي، عندما سرق اللص شنطتي. رقم اثنين، Jack was talking on the phone he was driving، ايه اللي بيجي بعديها when where the line جيت؟ وين هواي هواي ممكن يجي وين بعديها
بيجي كده كده جاي بعديها على طول ووز وورز وان جي، انما ممكن قبليها يبقى ماضي بسيط او ماضي مستمر تاني. يعني لو كانوا حاجتين بيحصلوا في نفس الوقت بقى الاثنين ماضي مستمر. يعني مثلا ما اقول لك يا ميرنا while I was playing my mother was cooking، بينما كنت العب امي كانت بتطبخ، الاثنين كانوا مستمرين فعادي. لكن لما اقول while I was playing I saw a dog، حاجه كانت مستمره وحاجه ثانيه قطعتها، وانا بلعب شفت كلب. بس كده كده هويل على طول جاي بعدها ايه؟ was where that I in she، يبقى الجمله دي حلها while. بعد كده she was cooking dinner I arrived. هنا في هنا ماضي بسيط، ايه اللي بيجي قبليها ماضي بسيط؟ وين when، قول الاولى. يبقى she was cooking dinner when I arrived. I at the monument when، جاي لك هنا ايه؟ when اهي. وين did I look it فين؟ سيدة هكون عندي واحدة يمنت. I am cooking. لا انا ما قلتش ايام، انا قلت بيجي الناحيه الثانيه ووز اوير ذات اي ان جي، ما قلتش ايام. انا قلت ان هنا وين جاي بعديها ماضي بسيط، اللي فعل في اخر فيديو اهي، يبقى الناحيه الثانيه زي هنا اهي، ادي وين اهي جاي بعديها ماضي قبليها ايه ووز اوير. هنا وين جاي بعديها ماضي قبليها بعديها ووز اوير. انا عندي هنا وين جاي بعديها ماضي يبقى قبليها ايه ووز اوير. يبقى اي ووز اي ووز looking at the monument when someone called my name. ماشي. Have you watched؟ ايه اللي بيجي في النص؟ Just You just watched. لا هو انت لسه، او انت خلصت ملابس لا لا، هل انت بالفعل خلصت انتهيت من الملابس؟ هل انت بالفعل انتهيت already؟ Have you already washed the dishes؟ The salesperson was bushy that. The sales person was that I left the store without buying. يعني كان رخم قوي السيلز بيرسون، كان البياع كان رخم جدا. ايه اللي بيجي بعديها صفة؟ سو بس، سو بس. يعني اقول لك ايه؟ مثلا she was so beautiful that that I looked at her all the time. يعني هي كانت جميلة جدا. سو بيجي بعديها صفة. أمال ساتش دي بيجي بعديها إيه؟ ساتش دي افتكري كده يا ميرنا، بيجي بعديها إيه؟ زائد صفة زائد اسم. يعني هقول لك إيه؟ ذا سيلز بيرسون ووز سو بوشي، كان رخم كده، كان بيزق. سو بوشي ذات أي ليفت ذا ستور، لدرجة إن أنا سبت المحل من غير ما أشتري. طب أنا عايزة في نفس الجملة دي أحط ساتش، هقول إيه؟ ذا سيلز بيرسون ووز إيه؟ ووز ساتش، ووز ساتش إيه؟ بوشي بيرسون. was such a bushy man. يعني مثلا بص اقول لك ايه، she is so beautiful، هي جميله، وانا عايزه احط such. افتكري بس احنا خدناها اصلا في الفيزياء قبل كده، she is so beautiful، هي جميله، طب انا عايزه احط such بدل so. so beautiful. such a beautiful such a beautiful girl، ما ينفعش اقول such a beautiful بس، لازم اجيب بعديها اسم. such a beautiful girl، برافو عليك. such a beautiful girl. He is so strong. هو قوي جدا. عايزة أقول هو رجل قوي جدا. أنا عايزة أستخدم such. such student Such boy a strong man man. Such a strong man. ماشي. هنا في ايه؟ في صوبة. رقم 7. He enjoys بأفعال الحب والكره والاستمتاع ينتهي، يقرأ، can't stand. كلمة can't stand يعني لا يقري، كلمة enjoy يعني يستمتع، كلمة like يعني يحب، ايه بعد اي ان كلمة جي name كلهم اي ان جي. يبقى he enjoys working. He has books، لسه حللها دلوقتي في الشيل بتاعكم.
وعنده كتب كتير مين؟ لدرجة إن هو مش قادر يشيلهم. مين؟ سمين جيب يا تمام. هو عنده كتب كتير لدرجة ان هو مش قادر يشيلهم. لسه انت حلاها دلوقتي، ما انت اللي حلاها اصلا. مين؟ تو ميني، ماشي. عشان كلمة بوكس جمع. Do you prefer to walk or to take bus؟ تحب، هل تفضل ان انت تمشي ولا تاخد اتوبيس؟ بوب، افضل ان انا امشي. يعني ايه افضل بقى؟ بريفير يعني يفضل، وكلمة حاجة تانية من تحت اسمها يفضل. I did. لا لا، I did. I would rather، would rather، would rather، would rather معناها يفضل. إذا أنا عندي كلمة يفضل وبيجي بعديها فعل بدون إضافات، كلمة بتتكتب كده أصلا، أصلا بتيجي كده، بس لازم تعرفي إن هي نطقها would rather، ودي بتساوي كلمة تانية اسمها كده، بتكتب نفس النقط نفس الكتابة كده برضو، بس التانية بتتنطق هات بيتر، فدي هتبقى ايه؟ would rather. I would rather أفضل، الاثنين معناهم أفضل. I would rather walk، أفضل إن أنا أمشي. I wish، كلمة I wish على طول بيجي بعديها ماضي بسيط. مع وحليتها معاكي قبل كده الجملة دي، أتمنى إن يكون عندي ماتش هوم وورك واجب كتير، ولا أتمنى إن ما كانش عندي واجب كتير؟ Didn't have. صح كده، didn't have. رقم 11، اف الناحية التانية وود والمصدر. وين؟ اف ايه وود والمصدر؟ الحالة التانية وقاعدة اف. ثلاث، هتكون الأولى في المصدر بدون إضافات؟ لا لا، دي وود والمصدر، يبقى الناحية التانية دي اللي نقولها هنا دي ماضي بسيط. اف ماضي وود والمصدر، اف مضارع والو المصدر، اف ماضي وود والمصدر، اف مضارع والو المصدر. طب هنا في وود والمصدر يبقى ماضي. طب لو كانت ويل بدل وود دي كانت ويل، كنت قلت درايف بس، كانت تبقى مضارع. انما كلمه اف نفسها ما بيجيش بعديها ولا ويل ولا وود، الناحيه الثانيه هي اللي بيجي بعديها وود او ويل. فانا الناحيه الثانيه هنا عندي ويل، عندي وود، يبقى هنا ماضي يبقى وود، يبقى درو. يبقى اف فيور بيبل drove their cars، لو ناس قليلين سوقوا عربياتهم، there wouldn't be so much traffic. هنا ايه drove؟ ماشي، فاهمها يا مرنا؟ مرنا فاهمها دي؟ الو مرنا؟ أستاذ نعم، بقولك فاهمها؟ معاك الجملة رقم 11 فاهمها؟ أي اللي هي قاعدة اف الحالة التانية، اف ماضي وود والمصدر. لو كانت مضارع كنت خدت، لو كانت وود والمصدر كنت خدت مضارع اللي هي درايف. اي ويش على طول بيجي بعديها ماضي بسيط يا ميرنا، اي ويش عندكم بيجي بعديها ماضي بسيط. ماضي بسيط يبقى I wish I know، نعم. أتمنى إن أنا أعرف. ماشي، I wish I know. بعد كده I miss، كلمة miss أعتقد بيجي بعديها برضه فعل زي ده ING. I miss أعتقد spending time، قضاء وقت مع زمايلي. I miss أعتقد spending time، إن أنا أقضي وقت مع my friends. I am sorry، I didn't expect، expect معناها يتوقع، بيجي بعديها to المصدر. I didn't expect to be out so late،
متوقعتش ان احنا ان احنا نبقى بره البيت سو ليت وقت متاخر. I didn't expect to be out so late. ماشي. أول واحدة ايوه شوفان، ماشي. توكاتيف بيرسون يعني الشخص توكاتيف يعني الرغاي كثير توك يعني يتحدث، توكاتيف يعني الرغاي كثير الكلام. السمون هو الشخص ده عاقل، هو الشخص الذي العقلة تبقى ايه؟ صح. He can't waiting in line يعني هو ما بيطيقش ينتظر في الصف. تفضل. أنا واحدة أولى ولا غلط والبتاع دي عمالين ناخدها اكسبريشن على بعض، يمرنا لازم نتحفز الكلمه عندك. هي كانت ستاند معناها لا يطيق، كلمه على بعضها كده تتحفز. هي كانت ستاند بقى بيجي بعديها اي ان جي، كانت ستاند معناها لا يطيق بيجي بعديها فعل زائد اي ان جي. هي كانت ستاند ويتنج ان لاين. اما كودنت سليب لاست نايت لسه حالين زيها عندك في البتاع، ما قدرتش تنام الليله اللي فاتت، اكيد كانت تعبانه. سات ما ما ماست. اف علي ماست جيت ذا جوب، لو علي اف مضارع اهي مضارع في اخرها اس يعني مضارع، اف مضارع يبقى الناحيه الثانيه ايه؟ المدارة تبقى اف will be مضارع ويل ويل مصدر، هي ويل بي يعني لو خد الوظيفه هي ويل بي هابي، هي ويل او ونت بس المعنى هنا بيقول ويل، يعني لو حصل على الوظيفه هيكون سعيد ويل بي هابي، لو ما حصلش هي ونت بي هابي. بقيت مضارع ويل مصدر. is a good way to learn about other cultures، هو طريقة جيدة للتعلم عن الثقافات الأخرى. السفر يعني إيه السفر؟ سفر traveling. السفر يعني ترافلينج. traveling. have you washed the dishes، هو أنت بالفعل غسلت الأطباق؟ ريدي already. بيقول لك اكتبي هنا في اخطاء عايزين نصلحها في الجمل اللي تحت دي. أخطاء We didn't expecting to arrive so late، احنا ما كناش متوقعين ان احنا نوصل متأخر كده. we did المشكلة هنا يا ميرنا، كلمة didn't، كلمة didn't بيجي بعديها infinitive. He didn't expect. ماشي يبقى didn't بيجي بعديها expect. He was driving. He was talking on the cell phone. عايز أحط كلمة while، بينما كان يسوق كان بيتكلم في التليفون. حط while في النص. أقول إيه؟ He was driving while he was he talking was driving while، حط while مكان النقطة، while he was talking on the cell phone يعني هو كان بيسوق بينما كان يتكلم في التليفون، أو العكس he was talking on his cell phone while he was traveling، هو كان بيتكلم في التليفون بينما كان يسوق. الاثنين ماضي مستمر علشان الاثنين الاثنين ماضي مستمر عشان الاثنين بيحصلوا في نفس الوقت. He can't, I can't speak French. أنا ما أعرفش أتكلم فرنساوي. عايز أقول أتمنى إن أنا أعرف أتكلم فرنساوي. وقلنا كلمة I wish بيجي بعديها ماضي. ماضي. يبقى هنا I can't speak French. أنا ما أعرفش أتكلم فرنساوي. يبقى أتمنى I wish I الماضي من كان. ماضي من كان. كود Could. يبقى I wish I could speak French. يبقى I wish بيجي بعديها على طول ماضي يا مني. I wish I could speak French. Put away the toys يعني حط الألعاب في مكانها. Rewrite in other way عايزين نحط الفعل اللي هو ده حرف الجر في حتة تانية. يبقى هقول إيه؟ Put the toys away. Put the toys away. ماشي؟
واتش. هو اتش صح عشان دي غير عاقل. بعد كده انجلش is the language which التي عشان language غير عاقل، فاخدنا which التي من غير العاقل. بص بص جاي هنا ايه؟ I was eating ING هتبقى wait wait while كلمة to بيجي بعدها infinitive. I would like to book a room، لأن كلمة to be على طول، كلمة would like to to على طول بيجي بعدها فعل في المصدر. I would like to book a room، يعني أنا أريد أن أحجز حجرة. اللي بيجي في آخر الجملة yet. يت صح. Have you done your homework yet؟ يعني هل انتهيت من واجبك بعد؟ It be rain, there is not a cloud in the sky. مفيش سحب في كانت الايه؟ نصت لا لا لا، مفيش سحب في السماء. يبقى it can't be rain، أكيد مفيش مطر. مفيش أي سحب في السماء، يبقى مفيش مطر. It can't be rain. لسه حالين زي دي. A talkative person، الشخص الرغاي، is someone هو هو صح؟ في هنا كلمة cars جمع. يبقى ميني تبقى ميني ولا سو ميني. كلمة can't صحي stand حليناها كتير قوي، معناها لا أطيق. زي بعد فعل اي ان جي I can't stand waiting in line. نفس الجملة نفسها بتتكرر، يعني أنا لا أطيق الانتظار في الصف. May I، ممكن أتكلم to the manager، مع المدير، ممكن أكلم المدير. سبيك speak صح. may be بدون بعدها انتفاضه فعل في سبيك الانفينيتيف. it's a great movie. a زائد صفة زائد اسم. لا هتبقى شيء شيز اللي such في النص such such، عشان تاتش لو كان so قلت ايه it's so great، بس انما احط such يبقى it's such a great movie. زي ما احنا قلنا so beautiful، such a beautiful girl، so strong قوي جدا، such a strong man. ماشي. دو اشون اللي جاي بعديه ماضي بسيط. وين لا وين صح. وين اللي بيجي في اخر الجملة، اللي بيجي في اخر الجملة just لا yet يت. كان اي yet is ask كل will الافعال not على الناقصة كان ومي ومصر وكمان دو داز وديد، كل ده بيجي بعديه فعلا الدنيا ده فور. A clever person is وين someone هو هو هو، عشان ده غير عاقل، عشان ده قصدي عاقل يبقى هو، الشخص اللي يبقى هو. ماشي. My father bought a car. It's BMW. My father bought a car which is، اشيل الات واشيل النقطة احط مكانها which عشان ده غير عاطفي. عايزين نرتب الجملة دي. ممكن اخد بعض الكوكيز. My may may I may we have some may صح we كده. may we have some have cookies. some food clean up the mess. the mess clean up لا احنا بنجيب بس okay حرف الجر نحطه في الاخر، نجيب حرف الجر اللي هو اصل clean نحطه the في mess الاخر. up ماشي. put away toys. but the toys away ممكن كلمات تليفون يحلها وحاضر هي معانا كلمتين دي بس هي معانا نفس الكلمات الأستاذة من دهان ده ايه ده؟ أول واحدة لا اللي هي اختيارات الصدق دي صح؟ ايوه. دي صح؟ سل واصل أول واحدة إيه؟ التوصيل. أول مش unemployment. unemployment معناها البطالة،
هي lack of jobs يعني نقص الوظائف. unemployment lack of jobs. poverty poverty يعني الفقر. mean جبور ان انت تكون فقير. loan يعني قرض. money you borrow الفلوس اللي انت بتستلفها. to reduce reduce يعني يقلل. to make less يخليه اقل. دي nail polish يعني طلوع الاظافر. ده سيف يعني لس. ده توث بيست معجون اسنان. ده بدال كاب اللي هي دي نمبر 4. هنا كلمة ايه ده هي؟ ايه فيك يعني فين يعني مزيف. هير براش يعني فرشة فرشة شعر. جايد يعني مرشد. شامبو يعني شامبو. جرامر تاني اللي احنا حلينا قبل كده. تعالى بس نشوف اللي هي بتاعت هو ويتش الكلام ده. ذا كلارك كلارك يعني الموظف. كلارك يعني موظف هيبقى ايه؟ الو هو ولا ويتش؟ هيكون هو هو كمبيوتر. which ذا فوت which بدرية كودنت سليب لاست نايت. بدرية ما عرفتش تنام امبارح يبقى اكيد كانت تعبانة. past ماشي. احمد جاست جوكينج. احمد بيهزر اكيد هو مش سيريس. سيريس يعني and مش بيتكلم جد. يبقى كانت هي كانت بي سيريس اكيد ما بيتكلمش جد. We haven't eaten all day احنا ما كناش طول اليوم اكيد احنا جعانين. must be hungry. اول واحدة طبعا سيف. بعد كده dishes. بعد كده بوليس اوفيسر ضابط شرطة. ماست اللي هي معناها اكيد. وكانت اللي معناها اكيد برضو بس اكيد ده ما حصلش من المعنى. يعني مثلا انت خارجه من المدرسه يوم النتيجه وخارجه بتضحكي فاقول ايه؟ she must have succeeded اكيد نجحت. خارجه عماله تعيط يوم النتيجه she can't have succeeded اكيد هي ما نجحتش. يبقى انا بستنتج must او can't على حسب الجمله اللي قبليها يبقى لازم اعرف المعنى. ماشي. انا عماله اخبط على الباب ومحدش بيرد. دي كانت بي ات هوم اكيد هما مش في البيت. انا عماله اخبط على الباب محدش بيرد بس انا سامعه صوت عيال عماله تلعب وصوت التلفزيون شغال يبقى زي ماست بي ات هوم اكيد هما في البيت. ماشي. يبقى ماست معناها اكيد وكانت معناها اكيد بس اكيد ماست اكيد حصل وكانت اكيد ما حصلش. اوكي خلاص تمام. يبقى احنا هنا على المعنى ماست وكانت دي على المعنى.